لما تكون حرامي غشيش. هي لا بتجري كده ليه؟ ما فيش حاجه. وايه اللي في ايدك ده؟ ايه دول؟ لبسين كنت جايبهم لحضرتك. ودول على قدي بقى؟ والله يا حاج مش عارف، خد ايه. هات يلا. بس ايه ده، هم مبلولين كده ليه؟ هو البيع كان لابسهم قبل ما يديهم لك؟ والله يا حاج مش عارف. يا نهار اسود، هي انا في ايه؟ اصل بصراحه حاجه كده، انا سرقت اللباسين دول من بلكونه عم صلاح. الله يحرقك، وعرفوا مكان الحاجه دي ازاي؟ انا عارف يا بابا، شكل عم صلاح حاطط جي بي اس في اللبسه بتاعته. الله يخرب بيتك، خد. ايه وانا مالي؟ امسك كده يا ابن الكلب، انا مش قد الحبس. امسك. لا يا حاج خدهم انت، هم حلوين عليك. حلوين ايه؟ طب لما انت حرامي كده ما كنت هات لي اتكلسون للشتا بدل اللباسين دول. خبيني ونتفاهم بعدين. طب وانا اروح فين؟ استخبى فين بالحاجه دي؟ بابا طلع حد يمشي بتاع التيك توك اللي بره ده، عشان مشغل سيرينة البوليس وصوتها عالي وانا مش عارف ازاي. ايه سيرينة التيك توك؟ خد يا حرام الغسيل يا ابن